وهذا سائل يقول: امرأة أوصت أن يكون ثلث مالها في سبيل الله، فقامت ابنتها المسؤولة عن الوصية فوزعت الثلث في الأضاحي، فهل يجوز فعل هذا؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ لا يجوز أن تجعل الثلث كله في الأضاحي، تجعل بعضه ضحية والباقي توزع على فقراء والمساكين، ولا تحصره في الأضاحي، تضحي عنها لأن الضحية عبادة وفيها أجر، ولكن الباقي توزعه على الفقراء والمساكين.